محمد ناصر ومعتز مطر شغالين بيعيطوا الاثنين. طلع محمد ناصر بيقول انا خايف من كورونا وعشان كده ما بطلعش، انا مرعوب من كورونا عشان كده ما بطلعش. عندك فيديو يا ابني؟ شغله يا ابني. لا انا مرعوب، انا بقول لك، انا بقول لك ومش هكذب على الناس، انا خايف جدا. يعني انا خايف جدا، يعني التليفون بقى على طول، على طول تليفوني على الواتس، اسكت مش عملت مسحه طلعت ايجابي، يا نهار اسود ده انت كنت معايا من امبارح، اسكت مش عملت ايه، ده يا جدعان ده في ايه؟ فلا انا بصراحه بخاف من المرض وما بحبوش، يعني انا ما بحبش المرض واعتقد ما حدش يحبه. يعني انا كمان ما اعرفش اتعامل مع مرضى، يعني انا لما حد يمرض ببقى مش عارف اتعامل معاه ايه. ان انا اخد اجازه، لان بصراحه سيد مش حمل كورونا، يعني انا مش حمل برد اصلا. الموجة الثانية بتاعت كورونا دي موجة صعبة جدا، وانا لم اصادف شيء شخص قابلته الا وجاله كورونا. انا بتكلم على في الحياة بشكل عام. لدرجة اني بروح الجيم مثلا لقيت المدربين جالهم كورونا، الناس السوبر ماركت جاله كورونا. صحيح. فبصراحة يعني حسيت ان الموضوع مش عايز تهاون ومش عايز يعني استهبال. يعني والله غريب محمد ناصر الجربوع بقى يروح جيم دلوقتي في تركيا، الفلوس جريت في ايده بيروح جيم دلوقتي، بيقول لك الجيم.